مساء الخير، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وأن تكونوا تقضون أحلى الأوقات. أود بعد إذنكم انتظار دقيقتين إذا كان هناك مشتركين أو مشتركين آخرين يلتحقون بالقاعة قبل بداية الحصة. نأخذ دقيقتين فقط ونبتدئ. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدئ حصة اليوم في إطار فعالية المحور الخامس المرتبط بالعلاقات الاقتصادية الدولية. كنا في الحصة السابقة اليوم الثلاثاء الماضي 1 من تشرين الأول أكتوبر، قد ناقشنا مدخل في علم الاقتصاد السياسي والتكتلات الاقتصادية العالمية من تقديم الدكتورة رنيم جوابرة. ثم بعد ذلك اطلعنا على المؤسسات الاقتصادية الدولية من خلال محاضرة للدكتور علي منصور عطية. اليوم بحول الله سوف نستمع لمحاضرة حول موضوع قضايا الاقتصاد السياسي الدولي، أزمة المديونية العالمية، الشركات متعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبي المباشر، واقتصاديات البترول وأثرها على أداء الاقتصاد العالمي والتبعية والتنمية الاقتصادية. سوف يقوم بإلقاء هذه المحاضرة مشكورا الدكتور علي لطرش. علي لطرش، مساء الخير، كيف حالكم دكتور؟ مساء النور أستاذي كريم، أخي العزيز أستاذ كريم، مرحبا بكم وبالأساتذة الكرام الذين شرفونا، الأساتذة أشرف جنان وعلاء الدين عفارة، بوركتم وأنا سعيد بتواجدي معكم وأنا سعيد بتبادل هذه المعلومات العلمية التي إن شاء الله سنستفيد وسنتناقش حولها وسنفيد غيرنا إن شاء الله. تفضلوا دكتور، لكم القاعة. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أما بعد، أرحب بالضيوف الكرام، أعيد ترحيبي بالسادة بالأستاذ أشرف جنان، دكتور علاء الدين، ودكتور نيلان بالول. ترحيبي كذلك يمتد إلى كل الكوادر، كل الكادر البشري
بالمركز الديمقراطي العربي، يمتد إلى المحرك الأساسي الأستاذ شرعان، وكل كوادر القادة الأفذاذ الذين يسيرون معه المركز الديمقراطي، سواء على مستوى المجلات، على مستوى المؤتمرات، على مستوى الندوات، كل باسمه وبصفته ومشكور. والأستاذ كريم حاليا الشكر موصول له على أساس ذلك التواصل الطيب والعمل الجبار الذي يقوم به هو والدكتور أحمد بوهكو والكثير من الأساتذة، مشكورين. الآن وتواصلا فيما يخص دبلوم التدريب حول قواعد التأهيل في السلك الدبلوماسي والقنصلي، في الحقيقة أنا أريد أن أتكلم من خلال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من خلال هذه المحاضرة أريد أن أتكلم حول دور الملحق الاقتصادي بالسفارات والقنصليات في ما تم ذكره آنفا من طرف أخي الأستاذ كريم في حل أزمات الاقتصادية الدولية بين السياسة الاقتصادية واقتصاد السياسة. إذن وكأن حواري مباشر إلى الملحق الاقتصادي. نحن نعلم تماما أن السفارات أو القنصليات أو المسار الدبلوماسي هو مسار قديم جدا، يعني منذ قرون كانت البعثات الدبلوماسية ما بين الأشخاص القانون الدولي بين الدول لحل المشاكل، لربط علاقات اقتصادية ثقافية اجتماعية ما بين الدول. حاليا في عندما نقول هناك قنصلية أو سفارة إلا ولديها ملحقين، أهم الملحقين المعروفين الملحق العسكري أو الملحق الأمني، الملحق الثقافي والملحق الاقتصادي. من بين هذه الحلقات سوف أتكلم عن الملحق الاقتصادي نظرا لعلاقة ذلك ببعض الحلقات التي سوف أذكرها. معنى الملحق الاقتصادي هذا كشخص طبيعي موجود في سفارة أو قنصلية، ما يجب عليه أن يكون أو ما يجب أن يعيه فكريا واستراتيجيا، وماذا يطلب منه كذلك. إذن هذا ما سوف أتناوله بالتقريب في محاضرة اليوم. ابتداء نحن نعلم أن كل دول العالم هي تسعى إلى أن تكون قوية اقتصاديا وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. ما هو موجود حقيقة في الواقع هو أن عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي وأن الدولة لا تحتاج إلى دول أخرى، هذا كان يعني من المستحيلات، يعني ولا توجد دولة في العالم إلا وتحتاج مواد من دول أخرى، إلا وتحتاج تبادل المنتوجات من دول أخرى، إلا وتحتاج استدانة من دول أخرى، إذن وبالتالي هذا غير موجود. أما القوة الاقتصادية فهي موجودة، معنى أن نجد دول قوية جدا اقتصاديا، دول متوسطة اقتصاديا، ودول ضعيفة اقتصاديا. ونعي كذلك أن القوة الاقتصادية تعطي للدولة أمن اقتصادي وأمن إقليمي. الأمن الاقتصادي بمعنى أنها تكون قوية اقتصاديا، بحيث هذا الأمن سوف يعم على داخل البلاد وحتى داخليا في المجتمع الدولي. إذا ولذلك في مجال القوة الاقتصادية أن الدولة الواحدة أحيانا عندما تجد أنها منفردة ليست لديها قوة اقتصادية تتكتل، ولذلك نجد التكتلات الاقتصادية تضفي قوة خاصة. هناك تكتلات اقتصادية ناجحة، هناك تكتلات اقتصادية أساسا لم تنشأ، وهناك من بين أعظم التكتلات الاقتصادية الدولية الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هذا التكتل اللي وصل إلى برلمان واحد، يعني سلطة تشريعية واحدة، وصل إلى محكمة واحدة، وصل إلى توحيد العملة. إذن قوة اقتصادية عظيمة جدا كتكتل اقتصادي لتحقيق الأمن الاقتصادي الأوروبي. الآن إذا رجعنا إلى الملحق الاقتصادي، الملحق الاقتصادي يكون له علاقة بدولته الأصلية وبالدولة المضيفة للسفارة أو للقنصلية. إذن وبالتالي هو يجب أن يدرك بعض المفاهيم عندما يطلب منه أشياء معينة. قبل أن نتكلم عن الملحق الاقتصادي سوف نتكلم ما يجب أن يعيه أو أن يدركه الملحق الاقتصادي من مفاهيم خاصة شخصيا به. إذن ابتداء
يجب أن يعي الملحق الاقتصادي أن هناك مفارقة كبيرة جدا ما بين الاقتصاد السياسي وما بين السياسة الاقتصادية. سنحاول أن نبين بعض الفوارق بينهما من سواء من حيث المفهوم أو من حيث الآثار. عندما أقول فكمصطلح فكري بالنسبة للملحق الاقتصادي، عندما أقول اقتصاد سياسي معنى أن القوة الاقتصاد هي التي سوف تؤثر على السياسة التي تنتهجها الدولة، ولذلك نجد الدولة القوية اقتصاديا تفرض سياسة ما داخل الدولة ذاتها، وتفرض حتى بعض سياساتها على المستوى الخارجي، وهذا ما نلاحظه بالنسبة للدول العظمى، يعني في المجتمع الدولي هي تفرض سياسات معينة على المجتمع الدولي. أكثر من ذلك، الدولة الاقتصادية إذا كانت لديها هناك علاقة مع دولة أخرى، لربما هناك علاقة مديونية، تحاول أن تضغط عليها بضغوط ما لفرض سياسة ثقافية، سياسة اجتماعية، منهج معين في الحياة عليها. إذن وبالتالي عندما أقول اقتصاد سياسي هي عندما تستعمل الدولة قوة الاقتصاد لفرض سياسات ما، وهذا ليس بالشيء الحديث، يعني هذا حتى في القرون الغابرة، يعني عندما تكون دولة قوية إلا ولديها ميكانيزماتها التي تفرض سياسة معينة وآليات معينة على مستوى كل، على مستوى القضاء، على مستوى التشريع، على مستوى كل التنظيم وكل شيء. إذا هذا فيما يخص اقتصاد له تأثير سياسي. أما السياسة الاقتصادية فشيء آخر. السياسة الاقتصادية هي أن الدولة في حد ذاتها يجب أن تتبع سياسة لخدمة الاقتصاد، لخدمة القوة الداخلية وتأثير خارجي. كيف ذلك؟ ابتداء عندما أقول كلمة اقتصاد أقصد به كل ما له علاقة بالمال والتداول. معنى عندما أتكلم عن مثلا على قطاعات مهمة داخل الدولة، عندما أتكلم على قطاع السياحة أكيد ستكون لديه مداخيل مالية للدولة، إذا فهذا له حلقة في الاقتصاد. عندما أتكلم على وزارة الصناعة، على وزارة الاستثمار، على وزارة المالية، على وزارة الضرائب، على الجمارك، يعني كل القطاعات الوزارية التي لها علاقة بتحقيق ثروة أو التي لها علاقة بتحقيق عائد مادي للدولة إلا ويمكن أن نضمها إلى الاقتصاد. إذا من خلال ابتداء سوف أحاول أن أعطي بعض المفاهيم البسيطة الاصطلاحية قبل أن نشرع في الشرح. ابتداء بالمفهوم اللغوي للسياسة الاقتصادية، السياسة الاقتصادية هي سياسة تنفذها دولة تستهدف النهوض بمركزها الاقتصادي ولها آثار داخلية وآثار على المجتمع الدولي. الآن عندما أقول سياسة اقتصادية أفهم منها ثلاث جوانب. أفهم منها السياسة المالية للدولة، والسياسة النقدية للدولة، وسياسة التجارة الخارجية. إذا الملحق الاقتصادي يجب أن يعي بأن دولته الأصلية لديها سياسة اقتصادية، سياسة مالية، سياسة نقدية، وسياسة في التجارة الخارجية. إذا عندما نتكلم على التعريف القانوني للسياسة الاقتصادية يمكن أن نقول هو مجمل القوانين التي تخدم هذه السياسة، سواء كانت قانون البنوك، قانون الجباية، قانون الجمارك، قانون نقد القرض، قانون تجاري، كل هذه القوانين التي تخدم السياسة الاقتصادية للدولة نضعها ضمن منطق السياسة الاقتصادية. الآن بما أني قلت أنا سياسة مالية ثم سياسة نقدية ثم سياسة التجارة الخارجية، أشرحها ببساطة ثم أبدأ في الشرح التفصيلي. ببساطة عندما أقول سياسة نقدية هي السياسة التي يفرضها البنك المركزي لأي دولة على أساس أنه هو الذي يسوق العملة وهو المسؤول عن السياسة النقدية للدولة، سواء على مستوى نسبة الفوائد، التعامل مع البنوك، الإقراض وما إلى ذلك، سندات الدين التي يعطيها الحكومة. إذا هذه السياسة ينفذها البنك المركزي لكل دولة تسمى السياسة النقدية. وهذه السياسة البنك هو المتحكم فيها
وبإمكانه أن يغيرها أكثر من مرة في السنة، بمعنى بإمكانه أن يتبع سياسة نقدية في أشهر معينة إذا وجد أن ليس لديها أهداف كالتي خطط لها، بإمكانه أن يعيد سياسة نقدية أخرى وثالثة، معنى ممكن في ذات العام نجد أكثر من سياسة نقدية. سوف نتكلم على ذلك لاحقا. إذا باختصار هذه السياسة النقدية. أما السياسة المالية هي السياسة التي تقوم بها الدولة، معنى الدولة في خلال سنة، وفي الغالب الدول في خلال سنة يكون عندهم ما يسمى بالميزانية أو قانون المالية. قانون المالية في الغالب يخطط له لسنة كاملة، معنى لسنة كاملة الدولة تخطط ما هي الموارد المالية التي ما هي الموارد المالية التي تدخل للدولة، سواء كانت من الخارج أو من الداخل، وتحدد من خلالها مختلف النفقات التي تنفقها. إذن هذه هي السياسة المالية، والسياسة المالية كذلك الدولة تتحكم فيها. أحيانا في قبل نهاية السنة قد تضطر إلى أن تشرع قانون مالية تكميلي، وهذه القوانين المالية كذلك السلطة التشريعية النيابية أو نواب البرلمان وهم المسؤولون الذين يعطوا الحكومة حق تنفيذها أو لا يعطوهم ذلك. في غالب دول العالم هي تمر على البرلمان. يبقى فقط أن السياسة المالية تغييرها ليس بتلك المرونة مثل السياسة النقدية، وهذا ما سنعرفه لاحقا. إذا باختصار شديد هذا هو الفارق الموجود بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ثم سنتعرض إلى كل أمر على حدة. إذا بدينا ابتداء بالسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدول، لو نطرح سؤال: ما هي الفائدة من كل دولة عندما تتبع سياسة نقدية معينة لديها علاقة بالعملة والفوائد والإقراض والسياسة المالية؟ إذا أكيد أن أهم أشياء بالنسبة للدولة هو الشأن الاجتماعي. إذا ابتداء هو القضاء على البطالة، إن لم تقضي عليها على الأقل أن تنقص منها إلى حد معين، لأن الدولة تدرك أن هناك تناسب طردي بين نمو السكان ونمو الاقتصاد. إنما السكان أكثر من الاقتصاد يقع اختلال كبير جدا، على الأقل إن لم يواكب على الأقل يكون كاين هناك تقارب إلى حد ما بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني. ثانيا، حماية القدرة الشرائية للمواطنين. الدولة التي لا تكون هذه الأشياء يجب أن يعيها الملحق الاقتصادي بالسفارة أو القنصلية، يعي كذلك كمفاهيم فلسفية لأنه يحتاجها عندما يكون في موقع اتخاذ قرارات أو بناء علاقات، سنرى ذلك لاحقا. ثانيا، يعي كذلك أن السياسة الاقتصادية سواء كانت المالية أو النقدية هي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. هل حقيقة المواطن لديه قدرة شرائية للاستهلاك وللإنفاق على حاجياته الأساسية؟ نتكلم على أمور لها علاقة بالأمن الصحي، بالتعليم. إذن وبالتالي هناك بعض الأمور إذا لم تتمكن الدولة من تحقيقها سوف يكون هناك عملية ضغط اجتماعي كبير على الدولة. هذا الضغط سواء مورس من طرف الشعب أو مورس من طرف الجماعات الضاغطة، مثل النقابات، مثل الأحزاب السياسية. إذا تشكل ضغط وتشوش على الحكومة في بناء استراتيجية، تصبح لديها سياسة ترقيع، لديها سياسة اقتصادية ما لم تنجح تغير سياسة أخرى، تغير سياسة أخرى، وبالتالي تقع في نوع من عدم الاتزان أو عدم بناء استراتيجية لوضع سياسة اقتصادية متينة. إذا كذلك من بين أهداف السياسة الاقتصادية محاربة التضخم. الدولة عندما تلاحظ أن هناك تضخم ما، التضخم آفة، سواء تضخم سواء كان عندك سيولة مالية أكبر في المجتمع أنت محتاج إلى أن تمتص تلك السيولة، أو نفس الشيء عندما يكون عندك إنتاج وافر أكثر، أنت لديك إنتاج، أي إنتاج ما، ولم تتمكن من تصديره إلى الخارج، ولم تتمكن من وضع آلية لاستهلاكه، أكيد المتضرر الأكبر هم المنتجين،
والمتضرر الثاني هو اقتصاد الدولة، لأن المنتج الذي كلف نفسه إنتاج سلعة ما بتكلفة ما ولم يتمكن سواء من تصديرها إلى الخارج أو من أن تستهلك داخليا سوف يخسر الكثير. إذا خسر الكثير ممكن أن يسقط من حلقة الإنتاج مستقبلا، ممكن أن لا يعيد أن ينتج نفس المنتج مستقبلا. ولذلك نلاحظ أن الدول الأوروبية في كثير من الأحيان تقوم في كثير من الأحيان بالنسبة للبطالين تعطيهم أجرة شهرية لتحفظ كرامتهم أو لتعطيهم أمن اقتصادي بالنسبة لها. نطرح سؤال فرضا، سؤال بسيط، لو فرضا تخيلنا مثلا أنه في دولة أوروبية ما أن منتجي الدواجن ينتجون فرضا أنه مثلا في الشهر مثلا مليون وحدة فرضا، مليون دجاجة فرضا. لو نفرض ناهيك عن باقي الإنتاج، نضرب فقط هذا المثال، نفرض أن الدولة هذه مرت بأزمة اقتصادية، والأزمة الاقتصادية مست أساسا ابتداء الدواجن، أنه كالإنتاج كان عندهم فائض ولم تتمكن من تصديره إلى الخارج ولا حتى من استهلاكه، على أساس أنه حتى نسبة البطالة لتلك الدولة قد ارتفعت. الآن إذا الدولة فرضا تركت نسبة البطالة أو نسبة عدد البطالة اللي خرجوا إلى البطالة ولم يعد لديهم مداخيل مالية، إن تركتهم بدون مداخيل مالية، هؤلاء لن يتمكنوا من شراء هذا المنتوج اللي هو فرضا الدجاج، اللحوم البيضاء. إذا ماذا يحدث؟ يحدث أن عدد منتجي الدواجن اللي كانوا فرضا ينتجون مليون وحدة سيضطرون أن يقلصون الإنتاج، ممكن 700 ألف أو 800 ألف. إذا قلصوا الإنتاج يضطروا أن يحيلوا عدد كبير من العمال إلى البطالة، إذا فترتفع نسبة البطالة. إذا الدولة عندما تكون لديها سياسة اقتصادية في هذا الجانب تفكر بأن تدور الإنتاج بآلية أخرى، بأن تدفع أجور للأسر البطالة، يعني رب العائلة الذي كان يعمل وأصبح بطالا عندما تدفع له المال، إذا ماذا يفعل؟ هو يصبح سوف يستهلك، معناته تكون يصبح له، هو يدخل ضمن حلق استهلاك العادية ما يخرج منها. إذا وبالتالي عندما يشتري الدواجن، إذا وبالتالي العدد اللي تخيلناه أنه ممكن عدد مربي الدواجن يخرجونهم إلى البطالة سوف لن يخرجوا أي عامل، وممكن الإنتاج تاعهم يزيد. إذا الحلق عدد العدد اللي كانت غادي تخسره الدولة بأنه نسبة أخرى من البطالين سوف يخرجون ما خرجوا، وحافظت على الآلية الاستهلاكية، لأن هذه الدول تفكر بأن ليس فقط حلقة الاستهلاك هي المحورية، ولكن حلقة الإنتاج كذلك محورية، وأن الإشكال الأكبر هو في حالات التضخم. حالات التضخم سواء كان تضخم مالي أو أوراق مالية، هناك يغرق السوق وتصبح الأوراق المالية ما عندهاش قيمة، هنا خسارة كبيرة للدولة، عليها أن تفكر سياسة مالية أو بالسياسة النقدية آلية امتصاص ذلك، سنراه لاحقا. أو تفكر بأنه، أو هذا رقم واحد، ورقم اثنين ممكن حلقة الإنتاج تكون أكبر بكثير من حلقة الاستهلاك، إذن عليها أن تقوي حلقة الاستهلاك إذا لاحظت بأنها ما عندهاش مخرج أن تصدر المنتوج إلى خارج الدولة. إذن هذا ببساطة. إذن كذلك من بين أهداف السياسة الاقتصادية هي إحداث تنمية اقتصادية يكون لديها أثر إيجابي. عندما أقول في العيش الرغيد أقصد بتحقيق الرضائية أو تحقيق الأمن الغذائي الذي يحدث للفرد وللجماعة الرضائية. نحن نعلم أن أي شخص في أي مكان، في أي مهما كان مركزه القانوني، سواء كان داخل حلقة القطاع العام أو القطاع المختلط، أو كانت هناك مؤسسات تشمل القطاعين، إن كانت لديه رضائية سوف يقدم منتوج أكبر ومفعول أكبر، وإن لم تكن هذه الرضائية سوف
أقدم ذلك، وهذا لربما نقول من دولة ما الموارد. السلام عليكم، هل كنتم تسمعونني جيدا؟ لقد انقطع الاتصال دكتور لبضع دقائق، دقيقتين هكذا. نعم. حاليا تسمعونني جيدا؟ صوت مسموع دكتور. خلاص أكمل المحاضرة. إذا أكمل المحاضرة. إذا قلت كذلك من بين أهداف السياسة الاقتصادية كذلك هو السعي الدولة للتحكم الرشيد في سياسات الإنفاق والقطاع الاستهلاكي. أحيانا تلاحظ الدولة بأن هناك بعض المنتوجات أو بعض الأمور التي تدخل ضمن حلقة الاستهلاك أصبحت تثقل كاهل الدولة. إذن وبالتالي بإمكان الدولة أن تتدخل لتغيير آلية أو الطباع الاستهلاكية للمجتمع، مثلا بأن ترفع، إذا كانت خاصة إذا كانت هذه المادة مثلا تستورد من الخارج، ممكن أن ترفع مثلا في التعريفات الجمركية. إذن وممكن مادة أخرى ممكن تطمح أن تكون أكثر استهلاكا، ممكن تخفض لها في التعريفات الجمركية أو تعطي تسهيلات بالنسبة للمنتجين، وبالتالي يكون كاين هناك توجه جديد، يكون هناك توجه جديد بالنسبة للحلقة أو أفراد الحلقة الاستهلاكية أن يتوجهون لهذا المنتج دون هذا المنتج. بعد ذلك نطرح أو الملحق السياسي، الملحق الاقتصادي ممكن يطرح سؤال فيما يخص مثلا الآلة السياسة الاقتصادية هذه المالية، يقول ما هي أدوات السياسة الاقتصادية التي من خلالها تحقق أمنها الاقتصادي؟ لأن عندما أقول أمن اقتصادي يعني الكثير، يعني أن الدولة بإمكانها أن تتحكم في كل استراتيجيتها وبرامجها بحرية مطلقة دون ضغط من مجتمع دولي أو دون تأثير من مجتمع دولي. معنى يكون لدي الدولة السيادة الاقتصادية، كما هناك سيادة سياسية تكون لديك سيادة اقتصادية. أما إذا كان الاقتصاد ضعيف تكون لا تكون لديك سيادة اقتصادية، لأن أمنك الاقتصادي ضعيف. إذن وفي الغالب الدولة قوية بالأمن العسكري والأمن الاقتصادي. الأمن الاقتصادي أكثر من ذلك، الأمن الاقتصادي هو الذي يفي ويفيض على كل باقي القطاعات بالقوة. عندما أقول قوة اقتصادية أتكلم من منطق أنه المفروض أن كل القطاعات الوزارية رغم تخصصها يكون عندها تفكير اقتصادي. مثلا وزارة البحث العلمي والتعليم العالي هي وزارة متخصصة في التعليم العالي، لكن يكون فيها عندها تفكير اقتصادي، تفكير مقاولاتي، تفكير خريجي الجامعات كيف أنه ممكن يساهموا في الاقتصاد. نتكلم، لا أتكلم على وزارة البنوك، على وزارة المالية أو التجارة أو الاستثمار أو الصناعة، هذا أكيد تفكيرهم اقتصادي، أو السياحة تفكير اقتصادي، لكن أتكلم عن البقية. وبالتالي كل وزارة الإعلام كذلك. إذن وبالتالي حتى وإن كانت هي تقدم برامج إعلامية، حتى وإن كانت لربما لبعض البرامج هناك عائد اقتصادي، لكن أن يكون هناك ترويج أو تفعيل آليات لوضع دائما البعد الاقتصادي. الآن بالنسبة للملحق الاقتصادي، بما أننا تناولنا هذه النقطة، ممكن نأتي إلى أدوات السياسة الاقتصادية. الآن أقول ما أنواع أدوات السياسة الاقتصادية لتحقيق الأمن الاقتصادي. إذا عندما أتكلم على هذه الأدوات أقول أولا هي على ماذا تعتمد؟ هذه السياسة أولا أقول قد تكون نقدية وقد تكون مالية. إذا تكلمنا على سياسة نقدية، أنا أريد فقط للملحق الاقتصادي أن يعي بأن هناك البنك المركزي هو المسؤول عنها، لكن الإشكال الأكبر هو في محافظ البنك المركزي، لأن البنك المركزي هو من يصك عملة الدولة. أنا الدولة لا تصك عملة دولة أخرى، لكن
أنا أتكلم شيء نسبي، لأنه في السابق كانت بعض الدول الإفريقية دولة أخرى هي التي تسوق لها العملة، لكن في الغالب أن الدولة تسوق عملتها لوحدها، وبما أنها تسوق عملتها لوحدها وبالتالي يجب أن تتحكم في أن يكون هناك موازاة ما بين الإنتاج وما بين العملة التي تسوقها، ما بين الذهب الموجود عندها، ما بين العملة الصعبة الموجودة عندها مع نسبة الإنتاج الموجودة عندها، بحيث تسوق هذه العملة بنسب تتوافق مع ذلك. ولذا الإشكال الأكبر ما يعيه الملحق الاقتصادي أن هناك فرق ما بين بنك مركزي محافظه المركزي يعني المسؤول الأول على البنك أن يكون منتخب، وما بين محافظ البنك الذي يكون معين. هنا فرق شديد، محافظ البنك المنتخب مثلا مثل بريطانيا مثل ألمانيا محافظ البنك المركزي ينتخب، وبالتالي هو شخص منتخب أي لا يذعن لمن انتخبوه، وإنما لديه اقتصادي، لديه استراتيجية اقتصادية، فكر اقتصادي، كيف أنه من خلال السياسة النقدية التي يفرضها على البنوك من حيث الإقراض، الفائدة، صك العملة، كيف أنه يقوي الاقتصاد. وبالتالي محافظ البنك المركزي هذا المنتخب قد ينفذ عدة سياسات نقدية في نفس العام، ممكن في 4 أشهر ينفذ سياسة نقدية، إذا لم تنجح أو لم تحقق الأهداف الاقتصادية بإمكانه أن يغير سياسة نقدية أخرى وهكذا، حتى أنه إذا فشل بإمكانه أن يقدم استقالته، بإمكانه أن ينتخبون آخرا لينفذ سياسة نقدية أخرى. لكن في الكثير من دول العالم المحافظ البنك المركزي معين، أي تعينه الحكومة. إذا تعين الحكومة أكيد لتنفيذ برنامج السياسة النقدية، لكن هذا البرنامج قد ينجح كما قد لا ينجح. إذا وبالتالي الدولة أو الحكومة إذا لاحظت بأنه لم ينجح وكرر المحاولات وما نجحت السياسة النقدية، بإمكانهم أن يعينوا شخص آخر. لكن في النهاية فرق كبير جدا ما بين محافظ بنك منتخب والمعين، لأن محافظ البنك المعين لا يمكنه أن يبتكر، لا يمكنه أن يضع استراتيجية نقدية، لا يمكن أكثر من ذلك. تعامله مع الحكومة يكون تعامل إذعان. لو فرضا أن الحكومة احتاج وكان لها أزمة اقتصادية، هي أزمة مديونية فرضا، اقترضت من الخارج مبلغ من المال يسد حاجتها فيما تستورده من الخارج، وألقت بأن الإشكال كذلك موجود، يعني أزمة اقتصادية خانقة موجودة حتى بالداخل، وبالتالي سوف تطلب من البنك المركزي أن يطبع لها المال بقيمة معينة. ماذا تعطيه؟ هي تعطيه سند دين مكتوب به رقم معين باش يطبع لها فرضا قيمة مليار 10 ملايير. إذن وبالتالي محافظ البنك يقوم بصك هذه العملات، أقول طبعا لأنها الآلية القانونية هي صك العملة، يصك لها هذه العملة، لكن مقابل اتفاقية على أساس أن هذا الصك غير تقليدي ماهوش عادي، لأنه في العادي أن محافظ البنك يصك العملة حسب ما هو واقع، حسب الذهب الموجود بالبنك، حسب العملة الصعبة الموجودة بالبنك، حسب إنتاج المؤسسات للدولة. إذن وبالتالي الدولة عندما تطلب أن يطبع أو يصك عملة فوق هذا فهي فوق طاقة الدولة. إذا الدولة تضع شرط مع البنك المركزي بأن في خلال عام من خلال صادراتها بأن سوف تعيد المبلغ الذي استدانته كاستدانة داخلية من البنك، سوف تعيده. هذه نجدها حتى في الدول القوية، نجدها حتى في أمريكا، حتى في بريطانيا، في كثير من المرات تكون عندها استدانة داخلية، والاستدانة الداخلية أن ترجع أرقام أو ترجع ما استدانته من تلك من الدولة في خلال عام من خلال الصادرات، تعاود ترجع المبلغ. الإشكال الأكبر عندما تعجز الدولة بآلياتها المختلفة أن تعين ما استدانته من البنك المركزي من صك العملة، هنا يبدأ إشكال التضخم، وممكن عام الذي بعده تستدين كذلك وتزيد حجم التضخم. إذن بعد هذا عندما تكلمنا على محافظ بنك معين وليس منتخب. إذن عندما نتكلم على السياسة النقدية، إذن قلنا هذه السياسة النقدية ينفذها البنك المركزي وتعتمد أساسا على الأموال المعروضة في التداول من خلال التحكم في نسبة الفائدة. هو كيف يتحكم محافظ البنك؟ محافظ البنك يجب أن يعي أن هناك كمية من المال أو من السيولة المالية تتداولها حلقة الاستهلاك وحلقة الإنتاج، يجب أن يعي أن لا يكون فيها تضخم. إذا كان تضخم كبير إذا
هنا يتعامل برفع او خفض نسبة الفائدة، ممكن اذا يضع قوانين يوصيها الى البنوك بان البنوك ان من يريد ان يقترض يرفع له نسبة الفائدة. اذا عندما يرفع نسبة الفائدة المقترض يحجم ولا يقترض، ما ياخذ قروض وما ياخذ قرض وبعد ذلك يرجع فائدة 10% او اكثر، اذا يحجم عن القرض. عندما تنقص للمقترضين من البنوك حلقة الاستهلاك في حد ذاتها تنقص، عندما ما بيكونش كاين قروض استهلاكية، إذن وبالتالي الآلية لاسترداد الكثير من السيولة التي كانت موجودة في المجتمع. أكثر كذلك توعد السياسة النقدية هي أسرع وتيرة في تحقيق الغاية. أحيانا عندما تكون كاين إشكالية أو أزمة اقتصادية للدولة، السياسة المالية التي تفرضها الدولة مثلا على مستوى الضرائب وعلى مستوى الاستهلاك مدى تحقيقها يكون طويل، أما السياسة النقدية سريعة. السياسة النقدية عندما تخفض أو ترفع من نسبة الفائدة الاستجابة تكون سريعة، وبالتالي عندما مثلا ما يكونش كاين قروض استهلاك الاستجابة تكون سريعة، وبالتالي تحقيق الغرض يكون سريع. أكثر من ذلك، عندما نتكلم على واحد العنصر يعيه الملحق الاقتصادي كذلك في دولة الأصلية، بأن النقابات في الغالب تؤثر أو جماعات الضغط، أقول نقابات أو أحزاب سياسية تؤثر على السياسة المالية ولا تؤثر على السياسة النقدية. السياسة المالية التي تفرضها الدولة من خلال رفع ضرائب ما، خفض الإنفاق في بعض القطاعات، إذن هنا يتأثر المواطن وتبدأ جماعات الضاغطة في الضغط. أما السياسة النقدية من النادر جدا أن تكون هناك ضغوط من طرف الأحزاب السياسية أو النقابات على المحافظ البنوك المركزية. إذن الآن بعد ما تكلمنا على السياسة النقدية، قلنا أن السياسة المالية هي تفرضها الحكومة، ما عندهاش علاقة بالبنك المركزي. السياسة الحكومة عندها موارد مالية تدخلها من صادراتها بالعملة الصعبة، وعندها موارد تدخلها من الداخل من الإنتاجات من الإنتاج الداخلي، وبالتالي ما يدخلها سوف تنفقه. إذن يجب أن تكون هناك موازنة، ولكن قد تحدث أزمات اقتصادية ممكن ما تكونش كاين موازنة، ممكن تكون نسبة السكان تنمو أكثر من نسبة السكان تنمو أكثر من الموارد المالية للدولة. إذن هنا تتدخل الدولة في فرض سياسة مالية. إذن السياسة المالية هذه عندها علاقة بالضرائب، ابتداء عندما أقول الضرائب كل أنواع الضرائب، ضرائب على الدخل، ضرائب على الإنتاج، ضرائب كل أنواع الضرائب التي بإمكانها أن تمس حلقة الإنتاج وتأثر سلبيا على حلقة الاستهلاك. إذن وبالتالي الدولة بإمكانها أن تمارس سياسة مالية توسعية أو سياسة مالية انكماشية. كيف ذلك؟ أو سياسة مالية مرنة. نقول ثلاث أنواع من السياسات. السياسة الأولى التوسعية هو عندما يكون الدولة عندها مداخيل كبيرة جدا وتريد رفاهية المجتمع وتطور حلقتي الإنتاج كما حلقة الاستهلاك، فتضع سياسة مالية توسعية فتقوم بخفض الضرائب على الكثير من حلقات الإنتاج، وبالتالي حلقة الاستهلاك تكون في أريحية في من الاستهلاك، استهلاك كل الأمور التي تخدم حياتها. رقم اثنين، أن تقوم بتوسيع الإنفاق على مختلف القطاعات، توسيع الإنفاق على كل القطاعات، قطاعات التعليم، الصحة، البنى التحتية، كل القطاعات. وبالتالي هنا نقول سياسة مالية توسعية، عندما تخفض الضرائب وتزيد ترفع من نسبة الإنفاق. السياسة الإنفاقية أو السياسة المالية الانكماشية هي العكس، سوف يتدخل السياسة النقدية في حل هذه الإشكالية. كيف تحل منطقة أعتذر منكم.
لا أدري هل في هذه الدقيقة سمعني الحضور الكرام معالي الدكاترة أم لم يسمعونني؟ أنتم تتحدثون دكتور عن إيقاف المديونية، يعني إيقاف الاستدانة من المؤسسات الدولية. خلاص، بمعنى سمعنا حتى آخر لحظة. خلاص، بارك الله، جزاك الله خير أستاذ كريم، بارك الله فيك. إذا وبالتالي أنا قلت مثلا، حاليا صوت واضح ما شاء الله. إذا وبالتالي كنت أقول بأن الدولة في سياستها المالية، أو الدولة عندما تمر بأزمة اقتصادية سوف تهرع إلى سياسة نقدية وسياسة مالية. السياسة النقدية ينفذها محافظ البنك المركزي، محافظ البنك المركزي ينفذها بآلية عند علاقة مع البنوك برفع نسبة الفوائد، بالخفض عملية الإقراض على الأقل باش يحجم أو تنقص عملية استهلاك. أما السياسة المالية قلت بأن الدولة قد تمارس سياسة مالية توسعية إذا ما كانت عندها أزمة، وقد تكون سياسة مالية انكماشية إن كان عندها وسعة إذا كان عندها أزمة. التوسعية هي أنها تنفق أكثر على القطاع، على كل القطاعات أو أهم القطاعات الموجودة. التي تستوردها، اتكلم على كل، لديه ضرائب تفرض على انتاجه، وهذه لا. حاليا هل انتم تسمعونني مع الاساتذه؟ اكمل. اذا وقلت، اذا وحاليا هل الصوت واضح؟ واضح دكتور، متقطع؟ واضح. واضح، خلاص. اذا إذا الآن عندما نتكلم على السياسة المالية، إذا السياسة المالية اللي قلت هي توسعية، معناها الدولة تكثر من الإنفاق وتخفض الضرائب لكي ترفع من الاستهلاك. والعكس، لو أن الدولة هذه تمر بأزمة اقتصادية سوف تفرض سياسة مالية انكماشية، معنى في ابتداء من حيث ممارسة الضرائب سوف ترفع من الضرائب. نضرب مثال بسيط جدا، سواء بالنسبة للسلع المستوردة أو المستهلكة داخليا، المستوردة مثلا المستوردة خارجيا، فأفرضا أن الدولة قد أثقل كاهلها استيراد السيارات والأموال باهظة تخرجها من الخزينة، وأصبحت تشكل لديها أزمة، إذا ترفع من نسبة الضرائب، ترفعها إلى نسب كبيرة جدا. إذا عملية الرفع هذه، إذا ذات السيارة اللي كانت قيمتها كذا قد تتضاعف قيمتها، إذا وبالتالي المواطن الذي كان بإمكانه أن يشتريها سوف لن يتمكن. إذا الدولة ذاتها اللي كانت تشتري مثلا 100 ألف سيارة سوف تصبح بإمكانها أن تشتري فقط 50 أو 40 ألف سيارة، هذا كمثال فقط. إذا وبالتالي هذه، إذا نفذت سياسة مالية لحل أزمة اقتصادية. وبالنسبة داخليا كذلك ترفع نسبة الضرائب، عندما ترفع نسبة الضرائب في مختلف المنتوجات أو المنتوجات الحيوية، على الأقل المستهلك عندما يذهب ليشتري نفس المنتج ويجد سعره مضاعف، قد لا يشتري نفس الكمية التي كان يشتريها من قبل، سوف يشتري ثلثها أو نصفها. إذن وبالتالي كذلك تكون قد حلت جزء من الأزمة الاقتصادية، هذه السياسة المالية الانكماشية. أما السياسة المرنة هو أن الدولة تتبع ما بينهما، معنى ممكن خلال ذات العام بإمكانها تنفذ سياسة مالية انكماشية، ولاحظت بأن بوادر انفراج ممكن ترجع إلى سياسة مالية توسعية، أو ممكن في ذات السياسة ما تكونش انكماشية لدرجة كبيرة جدا، ممكن تنفق وترفع الضرائب، معنى أنا أنفق ما كانش ما يسمى بالعسر على القطاعات الوزارية، أنفق على البنى التحتية، على مختلف القطاعات الهامة، ولكن أرفع الضرائب. أو العكس، ممكن أخفض الضرائب ولكن لا أنفق. عدم الإنفاق من طرف الدولة أو عدم الإنفاق الواسع، هذا يساهم في تنشيط وتحريك الإنفاق الخاص، لأنه عندما ما يكونش كاين إنفاق عمومي سوف يكون كاين إنفاق خاص، وهذا يساهم كذلك في حل الأزمة الاقتصادية. إذا الآن إذا طرحنا السؤال بالنسبة للملحق الاقتصادي، إذا طرح سؤال ما هي الأدوات الهامة التي تقوم بها الدولة من خلالها الدولة بالتحكم في الأزمات الاقتصادية، إذا أقول أولا أن تتحكم في السياسة الضريبية، السياسة الضريبية. ثانيا أن تقوم بخفض الإنفاق العام
في الغالب كانت تنفق 20 مليار دولار، والآن مداخل غير موجودة، موجود أزمة، سوف تنفق فقط 10 أو 15 مليار دولار. كذلك الاقتراض من النظام الغير مصرفي، عندما أقول اقتراض من النظام غير المصرفي يعني الدولة أن تحاول أن تقترض من مؤسسات إنتاجية على أساس لا يقع هناك تضخم مالي. أما عملية الاقتراض الغير التقليدي هذه، مثلا أن تقترض من طرف المحافظ البنك من طرف البنك المركزي عن طريق سندات الدين، لديها سوف يكون لديها آثار سلبية، وهذا ما يسمى بالتمويل غير التقليدي. أنا أتكلم دائما بأنه لا يوجد هناك دائما قاعدة عامة، أي قاعدة عامة إلا ولديها استثناء. هناك بعض الدول التي ماشية دائما في سياسة الإقراض الداخلي، ولكن على الرغم من ذلك لا تتأثر، لم يتأثر قوة اقتصادها، نظرا لأن العملة التي تسوقها هي الأكثر تداولا من طرف دول العالم، أو هي الأكثر تداولا معها. إذن فيما يخص هذه الأدوات التي قلناها الآن، ممكن نقدم مفاهيم بسيطة جدا حتى نروح للحلقة الأهم. عندما تكلمنا على التحكم في السياسة الضريبية، قلنا بسيطة، الضريبة هي آلية لرفع قيمة منتج أو خفضه. إذا لاحظت الدولة فرضا أنه لديها منتج معين ينتج إنتاج ما، وبإمكانها أن تستورد ذات الإنتاج، وذلك الإنتاج يكون بثمن أقل ويؤثر على المنتج، فترفع من التسعيرة الجمركية. عندما ترفع من التسعيرة الجمركية، حتى إذا دخل هذا المنتج من الخارج سوف يباع بتكلفة أكبر، فيصبح هناك فارق في السعر، وفارق أكيد في نوعية الإنتاج، لكن فارق في سعر الأقل ما يكونش كاين تأثير مباشر على المنتج المحلي. نمر مباشرة على أساس، حتى لأنه الوقت قد يستغرقنا. إذا باختصار شديد في سطرين بالنسبة للملحق الاقتصادي، يعي بأن الدولة التي معنى الدولة التي هو أصلا تابع لها، معنى مثلا دولة الجزائر ولديها قنصل الجزائر أو سفير الجزائر بدولة ما، إذا الملحق الاقتصادي هو ملحق للجزائر وهو بدولة ما. على الأقل كفكر اقتصادي يعي بأن الدولة ابتداء تنفذ سياسة اقتصادية، هذه السياسة قد تكون نقدية وقد تكون مالية، بل يجب أن تكون السياستان النقدية والمالية لخدمة السياسة الاقتصادية لهذه الدولة، لخدمة الأمن الاقتصادي للدولة. وبالتالي عندما يعي السياستان على الأقل من خلال أزمات اقتصادية، يعي الحلقات الضعيفة أو مكمن الحلقات الضعيفة لكي يساهم في تخفيف العبء عن الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تحدث للدولة. أمر مباشرة إلى ما يجب أن يعيه كذلك الملحق الاقتصادي، وهو أزمة المديونية العالمية. أزمة المديونية العالمية، العالم أساسا حاليا يدرك في مجال التعاملات الاقتصادية الدولية أو يرى بأن التعاملات الاقتصادية الدولية بنيت على أساس نهاية الحرب العالمية الثانية، وبالتالي هي مفروضة من دول معينة على كل المجتمع الدولي. هذه السياسات المالية كل دول العالم أصبحت الآن ترفضها، أو على الأقل تطلب تحيين لقواعدها، أو على الأقل تطلب آلية جديدة للتعامل، سواء بالأوراق المالية، سواء في مجال التجارة الدولية، سواء للتعامل مع الحلقات الضعيفة في الاقتصاد الدولي، سواء مع سياسة صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي أو السياسة الاقتصادية بأرمها. ولذلك نجد حاليا أن بعض دول العالم عندما لم تجد آذانا صاغية تفكر بطريقة موازية، تفكر بأن تتكتل بتكتلات تصبح لديها قوة، بأن تتعامل بعملة غير عملات معينة، وبأن تتداول بتداولات غير تداولات سابقة، وإن لديها تكون آلياتها لفك المنازعات التجارية بمحكمة خاصة بها. إذن وبالتالي إذا نلاحظ فقط من بأن العلاقات الاقتصادية الدولية المبنية أساسا حاليا
فهي غير مبنية على رضائية كل دول المجتمع الدولي وكل منظمات المجتمع الدولي، بل في الغالب هم يطالبون بتغيير هذه العلاقات. لا أتكلم باقي الأنظمة الدول المجتمع الدولي الغير راضي عنها في المجال السياسي في كل المجالات، لكن في المجال الاقتصادي، لأن المجال الاقتصادي لديه تأثير كبير جدا على كل باقي المجالات. في هذه النقطة بالذات أتكلم على أزمة المديونية العالمية. المديونية العالمية في السابق كنا نسمع أن الدول الضعيفة هي التي تستدين. الدول الضعيفة لديها نفقات أكبر وإيرادات أقل، تضطر أن تستدين داخليا من طرف بنوكها المركزية، وكل ما تحتاجه من الخارج تضطر أن تستدين من أشخاص المجتمع الدولي، سواء منظمات، سواء الدول، مؤسسات مالية. إذن هذه الاستدانة لكي تجلب العملة الصعبة لكن الفارق حاليا هو أن حتى الدول متوسطة القوى اقتصاديا وحتى الدول القوية أصبحت تسير في مسار الاستدامة، وهذا سوف يخلق أزمة اقتصادية عالمية شئنا أم أبينا. الآن بعض الدول التي تصك عملتها بذاتها وعملتها يتم تداولها من طرف كثير من دول العالم قد لا تحس بتلك الأزمة، على أساس أن ذات العملة هي التي يتم تداولها، بمعنى هي تسوق عملة تعطيك أوراق مالية ومن خلال الأوراق المالية تأخذ من عندك ثروة، لكن الأوراق المالية التي لا يتم تداولها أو آلية تداولها بين الدول تكون بين عدد قليل جدا من الدول، هذه سوف تتأثر. الآن عندما نتكلم على أزمة مديونية بين الدول بصفة عامة، أقول أنه الإشكال عندما نذهب إلى الأشخاص الطبيعية، عندما يستدين شخص طبيعي من طرف شخص طبيعي، هذا دائن وهذا مدين، يوثقون هذه الاستدانة سواء كان عرفيا أو في الغالب يوثقونها. إذا حدثت أزمة بين الدائن والمدين سوف يكون تكون هناك حلول موجودة ضمن بنود عقد التوثيق، وأخيرا قد يلجأون إلى القضاء، والقضاء أكيد هناك قوانين وآليات لكي لفك هذا النزاع، لكن على مستوى الدول هذه الآليات غير موجودة، لا على مستوى محاكم منازعات دولية غير موجودة. إذن وبالتالي تكون هناك عملية ضغط من طرف الدائن على المدين، وهذه عملية الضغط هذه آثارها سلبية جدا، آثارها سلبية جدا على اقتصاد الدولة، على ثقافة الدولة، على سياسة الدولة، معناها تصبح الدولة الدائنة تفرض سياسة ثقافية على الدولة، تفرض عليه سياسة تعليمية معينة، تفرض عليه آليات في التعامل، تفرض عليه أن لا يبدي رأيه كساسة، لا يبدو آراءهم اتجاه قضايا معينة. إذن وبالتالي في أزمة من بين أزمة المديونية العالمية التي يمر بها الكثير من دول العالم، أن هناك ضغوط كثيرة تمارس من طرف الدولة الدائنة أو المؤسسة المالية الدائنة على المؤسسة على الدولة المدينة. لماذا؟ بالرغم أنه لا توجد محكمة، لكن الدولة الدائنة أو المؤسسة المالية الدائنة تدرك بأن تلك الدولة الضعيفة لم تضع استراتيجيات أو ميكانيزمات للخروج من هذه المديونية، إذا سوف تصبح كذلك مدينة في العام المقبل والذي بعده، وبالتالي سوف تأتي لطلب كذلك قرض. إذا وبالتالي ضعف الحلقة هذه يتركها أن عندما تأتي في المرة القادمة قد لا يسجل لها العقد إلا إذا فرضت عليها ضغوط معينة على المستوى الثقافي، على المستوى الديني، على المستوى التعليمي، على المستوى السياسي، على مستوى كل التعاملات الدولية. إذا وبالتالي الأزمة المديونية تمس بأمن الدولة وكرامتها وكرامة مواطنيها. إذا هذا عندما نتكلم على الأزمة المديونية، الذي قلنا الشيء الطفرة، القاعدة الاستثناء الذي حدث على القاعدة العامة، وهي أن ممارسة مسار المديونية ما بقاش فقط على مستوى الدول الضعيفة، بل حتى الدول القوية نجد لها مديونية كبيرة جدا، مثل قلت مثل الولايات المتحدة الأمريكية مديونيتها قد تصل أحيانا داخليا وخارجيا إلى تريليون دولار. إذا
نعود الآن لنقول أسباب أو منشأ هذه الديون. أنا سوف أركز على منشأ واحد فقط لديه تأثير، لأن المديونية المالية التي مرت كأزمات اقتصادية على دول العالم كثيرة جدا، كأزمة العقار التي كان في الولايات المتحدة الأمريكية وأثر على كل دول العالم، كالتضخم المالي كذلك العالمي، الكساد العالمي الكبير الذي أثر كذلك على العلاقات الاقتصادية، كالوباء كورونا الذي وقف العلاقات الاقتصادية العالمية وأصبح كذلك كساد وتوقف التنمية الاقتصادية أو حرك المحرك التنمية والعلاقات الاقتصادية الدولية كلها توقفت. إذا بعيدا عن ذلك، أنا أريد أن أركز على نقطة موجودة على مستوى الدول العربية وحتى على الدول غير العربية، وإنما وهي المنتجة للنفط، على الدول النفطية. الدول النفطية كانت أحد أسباب هذه المديونية. كيف ذلك؟ أنه في الغالب الدول التي تنتج فائض أكبر من حاجتها المالية، معنى أن تبيع الطاقة بأحجام وبما يعيد عليها من ثروة مالية أكبر من حاجتها. هذه العائد في الغالب كانت تضعها سواء في خزينتها العمومية أو في بنوكها كثروة جامدة، أصبحت تضعها ضمن هذه الدول ضمن صناديق تسمى الصناديق السيادية. هذه الصناديق السيادية بمعنى أموال موجودة بهذه الصناديق، من يريد أن يقترض من دول العالم هذه الصناديق موجودة حتى لا تبقى فقط مجمدة، أنت تقترض بشروط وفوائد بالنسبة للدولة صاحبة الأموال بتلك الصناديق. إذا أصبحت كل دول العالم تلاحظ بنمو حلقة جديدة لم تكن في السابق، لأن أنا عندما أتكلم على النفط لأنه سلاح قوي جدا، هذا السلاح عندما أرادت في زمن ما الدول العربية أن تمارس ضغطها على المجتمع الدولي بأن وقفت تصديره إلى المجتمع الدولي، إذا مباشرة كل السادة وكل القرارات اتجهت نحو الإشكال الأكبر واللي كان خاص بدولة فلسطين، وتم حل إشكال كبير جدا في تلك المنطقة آنذاك. لكن عملية استخدام النفط كقوة بعد ذلك، بعد الحرب العربية في أكتوبر 73، أصبحت الآن كل الدول النفطية القوية تضع أموالها بصناديق سيادية. تلك الصناديق السيادية بالنسبة لكل دول العالم نشأت حلقة جديدة، لا أقول فقاعة وإنما حلقة جديدة. هذه الحلقة تثير الدول التي تريد أن تقترض، حتى وإن كانت عندها ميزانيتها مثلا مالية عادية، معناها عدد نسبة النفقات إلى الإيرادات متساوية، لكن تفكر في إنشاء بنى تحتية جديدة، في شراء معدات جديدة، في التطور اقتصاديا. إذا عند في مكان ما تذهب إلى صندوق النقد الدولي أو البنوك، بعض البنوك العالمية أو المؤسسات المالية أو الدول، تتجه مباشرة صوب الصناديق السيادية، والصناديق السيادية دائما تمتلئ أموال وليست مجمدة، يعني دائما هناك عملية بيع للمحروقات والعمل الكم المالي فيها يزيد والدول تقترض. تصل الدول إلى حد ما لا يمكنها أن ترجع ديونها لهذه الصناديق السيادية، هنا تحدث الأزمة. إذا من أكبر أسباب حدوث الأزمات أو منشأ الأزمة الاقتصادية، الأزمة المديونية، هي هذه الصناديق السيادية. أكيد قلت هناك أسباب كثيرة عديدة دائما تسبب لنا منشأ، خاصة عندما تكون الأزمة الاقتصادية هذه حادثة على دولة اقتصادية كبيرة، حادثة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، حادثة على مستوى أمريكا، على مستوى الصين. إذا الدول الكبيرة، دول بريكس، إذا الدول الكبيرة مستها أزمة اقتصادية ما، نتأكد بأنها سوف ترخي ظلالها على باقي الدول. لكن هناك أزمات اقتصادية، مثلا أزمة العقار عندما مست أمريكا، وهذه الأزمة لم تبقى في أمريكا فقط بل انتقلت كل دول العالم، ناهيك عن بعض الأزمة الاقتصادية التي سردتها سابقا وهي الأزمة الصحية. أزمة اقتصادية جدا تكاتف الجميع حولها. الآن هل أنتم هل تسمعونني جيدا؟ أواصل؟ مسموع دكتور، تفضل. لا، بارك الله. إذا الآن
فقط. إذا طرحنا سؤال، إذا بالنسبة عن الملحق الاقتصادي، إذا طرح سؤال بالنسبة لدولته الأصلية، يعني عن أسباب تفاقم المديونية الخارجية، سيجد بعض الأسباب الكبيرة جدا التي لديها أهمية. أولا، ارتفاع نسبة فائدة القروض الدولية اللي تحصل عليها الدولة، معناها ممكن الدولة الأم للملحق الاقتصادي قد اقترضت أموال وبفوائد كبيرة جدا، وتلك الفوائد كبيرة جدا قد يستصعب على الدول أن ترجع القرض، وبالتالي تبقى مصالح الاقتصادي كامل وسيرتها السنوية أن ترجع فقط نسبة الفائدة. إذا كل ما تكون نسبة الفائدة أكبر، كل ما تقع الدولة في عوز، وكل ما أزمة الاقتصادية تبقى دائما موجودة. ثانيا، من بين الأزمة الاقتصادية التي تصيب الدولة التي ذات العلاقة بالملحق الاقتصادي، هي ارتفاع سندات الدين الداخلي. سندات الدين الداخلي، قلت سابقا أن كل دول العالم تقترض من بنكها المركزي فقط بشروط، قال يوجهون سند دين لمحافظ البنك المركزي، قال صك لنا مثلا 10 مليار من عملتنا الوطنية، وفي خلال سنة سوف نعطيك عوائد بالعملة الصعبة، أو سيكون لدينا عوائد بالذهب بحيث أننا نرجع لك المبلغ. إذا هذه موجودة في كل دول العالم، في كثير من دول العالم عندما تنشأ إشكالية يحلونها عن طريق سندات الدين. لكن المعضل الأكبر بالنسبة للدول التي تبقى تقبع في الأزمة المديونية، هي عندما تستلف من أجل أو تقترض من أجل الاقتراض، وليس لديها برنامج أن تعيد أموال للبنك المركزي، فينشأ لديها تضخم. تقترض هذه السنة، تقول له تفضل سند دين في 10 مليار، السنة القادمة تفضل سند دين في 5 مليار، وهكذا تتجمع لديه هو مجرد أوراق، وهو يسوق العملة بهذه المبالغ الخيالية، وبالتالي سوف يقع تضخم مالي كبير جدا للدول. ولاحظناه في الكثير من دول العالم، ربما لاحظناه في تركيا في زمن ما، أن وقع تراكم كساد كبير جدا، وقيمة العملة قد نقصت لدرجة كبيرة جدا. كذلك من أسباب تفاقم المديونية، الفجوة المالية المعتبرة بين قيمة الواردات والصادرات. عندما الدولة لا تعي بأنه يجب أن تضبط علاقة اقتصادية متوازنة بين الواردات والصادرات، وبالتالي إذا كان هناك فرق، إذا كان أنت تستورد بقيم أكبر من مداخيلك بالعملة الصعبة، سوف ينشأ لديك أزمة. إذن وبالتالي يجب أن تبحث عن حلول، عن آليات. هذه الحلول تجدها حتى على مستوى حلقة الاقتصاد، حتى على مستوى حلقة الاقتصاد، إذا كانت هذه الحلقة فرضا على مستوى الدواء تستهلك أدوية معينة منتجة، بإمكانك أن تنتجها محليا، بإمكانك أن تستوردها من دول، بإمكانك أن تكون لديك مناطق حرة، ويكون هناك تعاون مع مؤسسات من مختلف الدول لإنتاج هذا المنتج في الدولة ذاتها. إذن وبالتالي عندما تكون فجوة مالية ما بين الصادرات والواردات، هذا كذلك ينشئ، وخاصة عندما تكون الفجوة كبيرة، ينشئ أزمة اقتصادية بالنسبة للدولة. كذلك من بين أسباب الأزمة الاقتصادية بالنسبة للدولة، عندما الدولة تضع برنامج تخطط له وتفشل في تحقيقه. عندما تضع برنامج مثلا لاستقطاب المستثمرين الأجانب، لاستقطاب العملة الصعبة، العمالة، لخفض نسبة البطالة في الدولة، وكذلك لجلب التكنولوجيا وآليات الإنتاج، وعلى الأقل المنتج ينتج محليا ولا يستورد من الخارج. إذا الدولة فشلت، وفي الغالب الدول كيف تفشل؟ تفشل عن طريق فشل السياسة التشريعية، القانون في حد ذاته. أحيانا الدولة تضع قانون في الاستثمار محفز جدا بالنسبة للمستوردين. قانون عندما يقرأه المستورد في المستثمر الأجنبي، ماذا يقول؟ يقول هذا القانون ممتاز، أنا في مكان ما أضع مصنعي هذا في دولتي الأصلية، أين الكهرباء مرتفعة جدا، أين النفط مرتفع جدا، الغاز مرتفع جدا، تكاليف الضرائب مرتفعة جدا، بإمكاني أن أضعها ضمن هذه، أن أضع منشأتي في هذه الدولة، وبالتالي خفض التكاليف حتى على مستوى العمالة. حتى على مستوى العمالة، العمال يتقاضون رتبا أقل أو مرتبات أقل. إذن ولكن
نجد بأن رغم هذا البرنامج، رغم أن الدولة وضعت قانون استثمار متميز، إلا أنها فشلت في استقطاب مستثمرين. لماذا؟ لأن الدولة هذه يلاحظ المستثمر الأجنبي بأنها كثيرة تعديلها، أن تعديلها للقوانين كثيرة، كل مرة تضع قانون ثم تعدله، تضع قانون ثم تعدله، حتى إذا المستثمر الأجنبي وضع استثمارات بآلية معينة يعدل القانون فيصاب بالضرر. وبالتالي في هذه الحالة المستثمر الأجنبي ينظر بتوجس إلى القانون المعدل أو الدولة التي كثيرا ما تعدل قوانينها الاقتصادية، سواء على مستوى الاستثمار، على مستوى الضرائب، على مستوى الجباية الجمركية، على مستوى الضمان الاجتماعي. إذن كل هذه القوانين التي لها علاقة بالاقتصاد مهما كانت قوية في استثمار المستثمر الأجنبي، قد لا تجلب لك المستثمر الأجنبي إذا كانت كثيرة التعديل. كذلك نقطة أخرى، وهو عدم وجود تخطيط في مجال السياسة الاقتصادية. إذا السياسة الاقتصادية كذلك تتطلب جودة عظيمة جدا في السياسة النقدية، وهذه الجودة تكون عندما يكون محافظ البنك منتخب وليس معين. وثانيا عندما تكون السياسة المالية كذلك بجودة. إذا لم تكن السياستان بجودة، تأكيد الدولة سوف تمر بأزمة اقتصادية، والدولة هذه سوف يلاحظ ذلك الملحق الاقتصادي. آخر نقطة ممكن نركز عليها، وهذه النقطة لها علاقة كذلك بالأفكار التي يحملها، يجب أن يحملها كذلك الملحق الاقتصادي، أن الملحق الاقتصادي هذا هو حلقة، محرك عظيم جدا في السفارة أو القنصلية، لدرجة أن في بعض الدول لديهم علاقات جد متميزة وممتازة، ويعرفون الملحق الاقتصادي أكثر مما يعرفون السفير ذاته أو القنصل ذاته، على أساس كثرة العلاقات، إنشاء التجمعات، إنشاء الاشتراكات، حل الأزمات. إذن وبالتالي الفاعلية الكبيرة جدا للملحق الاقتصادي تجعل أن هذه الحلقة أكثر يعني تطور، أكثر تميزا في السفارة، لدرجة أن المتعامل الاقتصادي يعرفها أكثر مما يعرف الملحق، أو أكثر مما يتعامل مع الملحق أو السفير بحد ذاته. إذن يجب أن يعي أن نحن نتكلم في محاضرة عامة، لم نخصص دولة دون دولة، لكن يجب أن يعي الملحق الاقتصادي أنه أحيانا في دولته الأم ممكن أن يكون هناك فساد سياسي. الفساد السياسي سوف يجلب فساد اقتصادي، وبالتالي هو حتى مهما كانت الحلول التي يبحث يريد أن يبحث عن حل، الحل والمخرج هو أن لا يكون هناك فساد سياسي. الفساد السياسي في الدولة بإمكان أن يؤدي إلى الأشخاص، بعض الأشخاص الموجودين في مختلف دواليب الدولة مثلا، أن يبحثوا عن الثراء الغير مشروع، ثراء لصالحهم الخاص، مثلا عن طريق تضخيم الفواتير، عن طريق أن منتج معين يستورد، أن يستورده فقط شخص معين لديهم به علاقة، وأن يضخمون الفواتير. هذا المنتج فرضا ينتج بقيمة، فرضا نفرض كلية 1 مليار، يضخمون الفواتير بحيث نجد فواتير موجودة ب 2 مليار. إذا 2 مليار هذه في الحقيقة هي 1 مليار، إذا 1 مليار الذي الثاني هو خاص لثرائهم الخاص. إذا وبالتالي فهو نوع من الفساد المالي السياسي. إذا وبالتالي الملحق الاقتصادي لا كاستثناء وليس كقاعدة عامة، يمكن أن يكون تابع لدولة، في الدولة فساد سياسي، وفي هذه الحالة الملحق الاقتصادي من الصعب أن يعمل ويتعامل ويبحث عن حلول، لأن الحل الأوفر والأعظم هو أن لا يكون هناك فساد سياسي. إذا الملحق الاقتصادي كذلك أن يعي أن للمزيونية الدولية هذه، سواء وقعت لدولته الأصلية أو لدول العالم، فإلا ولديها مخاطر. أهم هذه المخاطر هي هي كبح التنمية الاقتصادية. معنى الدولة، هناك فرق ما بين النمو والتنمية. النمو يحدث آليا، جنين يكبر، شجرة تطول، وهكذا. التنمية تحتاج إلى ميكانيزمات، إلى آليات. إذا من مخاطر أزمة المديونية الدولية هو كبح التنمية الاقتصادية محليا ودوليا. ثانيا يحدث هناك تضخم مالي، التضخم مالي يوقف حركة الإنتاج. إذا ثالثا ارتفاع
عدد الدول العاجزة عن دفع مديونيتها. يعني لو كان لاحظوا منذ 10 سنوات، قبل 10 سنوات، عدد الدول التي كانت عاجزة كانت في حدود 10 أو 20 دولة. الآن العدد هذا تضاعف بالنسبة للدول أصبحت عاجزة. عندما أقول عاجزة عن إرجاع المديونية، معناها هي مدينة وممكن العام المقبل ستبقى مدينة، وممكن العام الذي بعدها ستبقى مدينة. إذا وبالتالي لا توجد لديها استراتيجية كبيرة جدا، وبالتالي مخاطر هذه الأزمة على المديونية سوف تتسع حالتها دوليا. إذا من مخاطر أزمة المديونية كذلك ارتفاع ظاهرة التجارة بالديون. هذه ظاهرة لم تكن سابقا. ظاهرة التجارة بالديون، إذا ضربنا مثال داخليا، هو كأنه مثلا شخص معين مثلا ثري يلاحظ شخص ما بأنه لديه ديون على بأنه مدين لعشر أشخاص، معناه كاين 10 دائنين وهو مدين لهم. إذا يقول له سوف أشتري الديون لك، معنى كل واحد من الدائنين يعطيه ماله ويصبح هو الدائن الوحيد لذلك الشخص. قد يمارس عليه ضغط، قد يكون ذلك الشخص في أريحية ما بين الديون المتسعة، وقد لا يكون في أريحية عندما يكون لديه شخص واحد يدينه ولا يستطيع أن يرجع له ماله. إذا نفس الشيء عندما تكون الدولة مدينة لعدد من المؤسسات المالية، قد تكون هناك مؤسسة، شخص من المجتمع الدولي، منظمة، مؤسسة مالية، دولة ما، أن تقوم بشراء كل حصص ديونه وتكون هي الوحيد الدائن له. هنا سوف تضع، إن كانت لديها استراتيجية ما، سياسة ما، تصور ما، ضغط ما، سوف تمارس عليه ضغط كبير جدا. إذا هذه السياسة الجديدة أو هذه الظاهرة الجديدة، ظاهرة تجارة الديون، لم تكن معروفة أو لم تكن متوسعة في العقود السابقة، أصبحت ظاهرة بدأت تكبر، والآلية نتاعها في الغالب أو البعد نتاعها في الغالب هو بعد سياسي أكثر منه اقتصادي. من بين أزمات المديونية كذلك أن ترخي بظلالها على البطالة وعلى الهجرة الغير شرعية. معنى الدول التي تكون فيها أزمة مديونية كبيرة جدا، منحنى البطالة يكون تصاعدي دائما، يعني قلما تجده قد ثبت في مكان معين. العام هذا كذا، العام هذا مليون، العام الثاني مليون و2000، مليون و10 آلاف، وهكذا. بين المنحنى البطالة دائما في تصاعد. المنحنى الثاني واللي هو الإشكال الأكبر وهو الهجرة الغير شرعية. الهجرة الغير شرعية كذلك كظاهرة لم تكن من قبل، ولكنها منحناها كذلك متصاعد، وعندها ترابط ما بين الدولة التي تعاني اقتصادها من ظاهر أزمة المديونية. كذلك تتدهور، يدرك الملحق الاقتصادي بأن دولته إن كانت تعاني من أزمة اقتصادية، يدرك بأنها لا يمكنها أن تعيد بناء البنى التحتية اللي هي أساسية للتطور، ويدرك أنها من الصعب أن تحقق أمنها الصحي أو أمنها التعليمي. معنى خدماتها الصحية والتعليمية خاصة اللي كانت تتبع السياسة المجانية سوف تتأثر. إذن هذه أهم مخاطر، حتى نتحكم في الوقت، هذه هي أهم مخاطر الأزمة. معنى الملحق الاقتصادي يجب أن يدرك ببساطة أن لديه، هو موجود عند دولة مضيفة، والمضيفة لسفارته للسفارة أو القنصلية، ولديه دولته الأصلية، وأن الدولة هذه دولته الأصلية لديها سياسة مالية وسياسة نقدية، والدولة الموجود عندها لديها سياسة مالية وسياسة نقدية، ويحاول أن يحدث موازنة بحيث كيف يستفيد من المعطيات الموجودة في هذه الدولة لخدمة دولته. هذا ما سنراه لاحقا. إذا تكلمنا عن الملحق الاقتصادي للسفارات، ما هو الملحق الاقتصادي؟ الملحق الاقتصادي كما قلنا، هناك ملحق ثقافي، هناك ملحق عسكري، هناك من يسمي الملحق الاقتصادي بملحق تجاري. والملحق الاقتصادي هذا هو شخص طبيعي. هذا الشخص الطبيعي قد تعينه الدولة بقرار تعيين، يعني يصبح موظف لها لدى وزارة الخارجية، وبما أنه لدى وزارة الخارجية معناه لدى قنصلية أو لدى سفارة، أو يمكن أن تكون للسفارة حرية التعاقد. كمثال على ذلك، مثلا في دولة الجزائر
الملحقين الاقتصاديين معينين من طرف الدولة بقرارات تعيين، فهم موظفون لدى وزارة الخارجية ولدى هذه السفارات القنصليات. نتكلم مثلا على دولة لبنان، الملحق الاقتصادي هو يوجد ضمن سفارة أو قنصلية عن طريق تعاقد، معنى السفارة أو القنصلية هي التي تتعاقد مع شخص ما لتحقيق غاية معينة، وبالتالي بإمكانها في أي لحظة ما أن تفسخ التعاقد معه. ولاحظنا لربما الأزمة التي مر بها لبنان حاليا، ندعو الله أن يكشف عنه الأزمة الاقتصادية هذه. الأزمة الاقتصادية اضطرته أن يتعامل بمرونة مع كافة قطاعاته الوزارية وملحقاتها ومن بينها وزارة الخارجية، بأن يقوم بالإنقاص من عملية إنفاق عليها. وحتى أن وزارة المالية عندما خفضت الإنفاق على القنصليات والسفارات فكروا آليا في فسخ العقود مع الملحقين الاقتصاديين، رغم أن عملية التفكير هذه عملية غير طيبة، لأن الملحق الاقتصادي لديه دور كبير جدا في تنمية، معنى الرغم إذا قارنا الثمن الذي يتقاضاه الملحق الاقتصادي بما قد يفعله للدولة وبمداخيل الاقتصاد من جلب المستثمرين، من فتح أسواق، من إنشاء شراكات، يعني عمل اقتصادي جبار. إذا فقط هنا ضربت المثال فقط لكي أبين بأن الملحق الاقتصادي ليس دائما موظف، بل قد يكون معين موظف وقد تتعاقد معه السفارة، وبمعنى إن لم يحقق الهدف قد تفسخ معه العقد، وإن اضطرت السياسة أو أزمة الدولة أن تطلب منها أن تفسخ العقد سوف تفسخ معه العقد على أساس مرور بأزمة مالية. الآن عندما نتكلم على دور الملحق الاقتصادي بالسفارات والقنصليات في تنمية الاقتصاد المحلي للدولة، يعني أنت كملحق اقتصادي كيف تقوم بتنمية الاقتصاد المحلي؟ هنا المحور المفصلي. أولا، الملحق الاقتصادي اللي كان تابع لدولة وأصبح ضمن قنصلية أو سفارة بدولة أخرى، أولا يقوم بجمع المعلومات ذات الطابع الاقتصادي، هذه أول مهمة، يقوم بجمع المعلومات ذات الطابع الاقتصادي على مستوى السياحة، على مستوى التجارة، على مستوى الاستثمار، على مستوى الصناعة، فقط يقوم بجمع كل المعلومات. حتى على مستوى الاستهلاك يقول بأن مثلا الشعب ها هنا كثير الاستهلاك للمنتج كذا، وهو يستورده من دولة كذا ودولتي تنتجه بإنتاج أحسن وبسعر كذا. إذن وبالتالي يجمع معلومات على مستوى حلقة الاستهلاك وعلى مستوى حلقة الإنتاج، والإنتاج كل ما له علاقة بالمال يجمعه، سياحة، اقتصاد، استثمار، صناعة، كله يجمعه. ثانيا، هو المفروض أن يكون ذا تكوين اقتصادي، إذن يقوم بدراسة المعلومات هذه ذات الطابع الاقتصادي في البلد، في البلد المضيف وفي دولته الأصلية، ويحدث مقارنة. كيف ذلك؟ يقوم بإسقاط المعلومات ذات الطابع الاقتصادي في البلد المضيف على بلده الأصلي. مثال، قال في البلد الأصلي هذا مثلا هناك مناطق حرة، هذه المناطق الحرة اللي هي في الأصل تابعة اقتصادية سياسية للدولة، لكن اقتصاديا ليست تابعة للدولة. إذا لكن يلاحظ بأن تجربتها في الدولة المضيفة له متميزة، بحيث أنها تنتج إنتاج عظيم جدا، وشركات متميزة، وتكاليف الإنتاج قليلة، والعمالة التي توظفها كبيرة جدا. إذا فمن بين مثلا عندما يسقط هذه المعلومات ممكن يعطي فكرة إنشاء منطقة حرة بدولته بذات نفس الطبيعة، أو ممكن يفكر ويسجل المعلومات ويعطيها، أو يحاول لبناء منطقة حرة مشتركة، منطقة حرة مشتركة بين الدولة الأصلية والدولة المضيفة. إذن هنا بعد ما قام بجمع المعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية قام بدراستها، هذه الدراسة خاصة بالدولة المضيفة والدولة الأصلية، ثم قام بإسقاط المعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية التي درسها وحللها على اقتصاد البلدين الأصلي والمضيف، ثم في النهاية يقوم باستخلاص النتائج.
نتائج كل ما سبق من حيث التأثير والتأثر لفائدة البلدين، لأنه في الغالب الملحق الاقتصادي عندما يتعامل مع المتعاملين الاقتصاديين أو مع الشركاء يجب أن ننبه بأنه سياسي محنك كذلك. أنا لا يجب أن يبين بأن أنا أريد فقط أن أخدم اقتصاد بلدي، لا، نحن نريد ما يسمى الفائدة المشتركة، أي تحقيق فوائد مشتركة، أرباح مشتركة. معنى أنا أسعى لخدمة الدولتين معا. إذا مثلا هذه السياسة يجب أن يتبعها الملحق الاقتصادي في استخلاص نتائجه لجمع المعلومات وإسقاطها، لأن هذه العملية عندما يحس بها المتعامل الاقتصادي الأجنبي يكون أكثر فاعلية وتحفيز لبناء جسور تعاون. لأنه أحيانا لغة العاطفة أو لغة الإحساس عندها القوة أكبر من قوة القانون. نضرب مثال بسيط جدا، أنت فرضا في دولتك الأصلية ترى ما يسمى بالترويج لأماكن سياحية عديدة جدا، ولكن تلاحظ بأن نسبة السواح الذين أتوا للدولة نسبة قليلة جدا، من دولة أخرى عملية ترويجها أقل. المفارقة أين؟ المفارقة أن عدد السواح الذي يأتي لتلك الدولة يجد خدمات متميزة ويجد رضائية، يجد أن من يستقبله في المطار بابتسامة، بالسائق الأجرة يحس معه برضائية، صاحب المطعم كذلك، صاحب النزل كذلك. هذه الرضائية الذي يلمسها السائح في حد ذاته سوف ينقل هذه الصورة الطيبة إلى سواحه من بلده الأصلي، وبالتالي الآخرون سوف يفكرون في زيارة هذا البلد. إذن وبالتالي هناك ترويج، هناك قوة أكثر من قوة الترويج السابقة التي تكون عن طريق الإعلان فقط. نفس الشيء الملحق الاقتصادي عندما يتحاور في إسقاط، في جمع المعلومات ودراستها وإسقاطها، عندما يتحاور مع المتعاملين الاقتصاديين في الدولة الأخرى يجب أن يتعامل بأن عملية المصلحة هي مصلحة مشتركة وليست مصلحة لخدمة بلده فقط. الآن فقط الملحق الاقتصادي يجب أن يتعامل كنقطة أساسية في تفكيره مع الوزارات الاقتصادية في دولته، كل على حدة. كيف ذلك؟ مثلا لدينا وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة الاستثمار، السياحة، المالية، الصناعة الصيدلانية، كل هذه الوزارات، كل هذه القطاعات الوزارية إلا ولديها تأثير على اقتصاد الدولة. فإذا لاحظ بأن هناك حلقة بالدولة التي هو ويتعامل كذلك، سوف يتعامل مع وزارة الخارجية ويتعامل كذلك. أنتم تسمعونني يعني؟ انقطع الخط. أنتم تسمعونني؟ إذن سوف يتعامل مع الوزارة الخارجية باعتبار أنه تابع لها، ويتعامل كذلك مع الوزارة المعنية، سواء في مجال التجارة يتعامل مع الوزارة المعنية، أي وزارة. نفرض أن هناك منتوج ما، ذلك المنتوج، نضرب مثال واقعي، مثلا في الجزائر كان هناك منتوج اسمه المرجان، نوع من الشوكولاتة المرجان، كان لديها رواج قوي جدا تحت مرتبة ممتازة عالميا، حتى على مستوى الدول الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر استهلاكا، نفس العديد من المنتوجات. هناك دولة قامت بتوقيفها. الجزائر ليست عضو بمنظمة التجارة الدولية أكيد، والدولة لديها أسبابها، لكن الملحق الاقتصادي بدول أخرى يكون لديه تفكير بأنه بإمكانه أن يفتح أسواق في دول أخرى. ملحق اقتصادي في الصين مثلا، في الهند مثلا، في تركيا فرضا، عندما يلاحظ بأن هناك حلقات أو هناك نسبة الاستهلاك أكبر، والمنتج لديه جودة أكبر، والدولة ما أوقفته كآلية مثلا للحفاظ على منتوجاتها، على إنتاجها الداخلي. إذن الملحق الاقتصادي يقوم بعملية آلية من خلال التواصل مع وزارة الخارجية والتواصل مع الوزارة المعنية لكي يحفز أو يقوي حلقة الاقتصاد هذه التي أصبحت ضعيفة في دولة ما. ومن أهم حلقات المحورية في عمل الملحق الاقتصادي، كما قلنا، هناك ما يسمى بالاشتراك في مختلف الاجتماعات وأعمال الدول.
كذلك من بين أهم الأمور التي يقوم بها الملحق الاقتصادي هو أن الدولة المضيفة في الكثير من الأحيان تكون لديها ندوات اقتصادية، محاضرات اقتصادية، منتديات اقتصادية، معارض دولية للمعارض الخاصة بالاقتصاد في التجارة الدولية. إذن الملحق الاقتصادي هو حلقة أصلية، سواء دعته الدولة أو دعته المؤسسة ليشارك في ذلك المعرض أو ليشارك في اجتماعات أو هيئات ما، أو إن لم تدعوه إذن هو بإمكانه أن يطلب الحضور، على أساس أن لديه أهمية أن يستفيد مما هو موجود ويعرض ما هو موجود في دولته الأصلية. ولذلك الملحق الاقتصادي بإمكانه أن يساهم في عقد اتفاقية بين الدولتين. نحن نلاحظ في الغالب أنه أثناء الزيارات ما بين رؤساء ما بين وزراء يعقدون جملة من الاتفاقيات. لا نظن بأن الاتفاقيات التي عقدوها التجارية الصناعية الاستثمارية في كل المجالات الصحية قد عقدت للتو، لا، هناك بناءات سابقة، هناك الملحق الاقتصادي قام بأدوار كبيرة جدا في هذه الاتفاقيات. يرى بأنه من الأحسن أن نضع اتفاقية إنتاج منتج ما في الدولة، إذا اتفاقية شراكة في إنتاج، اتفاقية شراكة في خفض التعاريف الجمركية، اتفاقيات في التعامل بالآلية كذا اقتصاديا. إذا هذا الفكر الموجود لدى الملحق الاقتصادي بإمكانه أن يساهم. أكيد الملحق الاقتصادي ليس بحالة عندما نتكلم على اتفاقيات تبرم ما بين دولة ودولة، الملحق الاقتصادي هو المحرك الأساسي، لكنه لا يتعامل يعني بأحادية، وإنما هناك علاقة مع السفير، مع القنصل، مع وزير الخارجية، مع وزارة القطاع، يدرسون القضية، يجدون بأن اتفاقية متميزة، يضعون الاتفاقية، توافق عليها الدولتين، تبقى فقط عملية زيارة بروتوكولية، ويتم عملية إمضاء الاتفاقيتين، وتدخل كلا الدولتين في علاقات اقتصادية بناء على هذه الاتفاقية التي كان أول من ساهم فيها هو الملحق الاقتصادي. كذلك المساهمة من أهمية الملحق الاقتصادي أنه يلاحظ بأن هناك اتفاقية سابقة تعثرت من حيث التطبيق. هنا يتدخل كذلك المحرك الاقتصادي. كثير من الاتفاقيات، لا أقول كثير، لا أنسب نسبية معينة، وإنما هناك اتفاقيات دولية بين بعض الدول التي هي سارية المفعول، لكنها من حيث التطبيق هي نسبية، قد تطبق بنسبة 50% من بنودها، أو لربما لا تطبق، لقد تكون لأسباب واهية. يتدخل الملحق الاقتصادي للبحث عن الحلقات الضعيفة في عدم تطبيق هذه الاتفاقيات، ليعمل على تطبيقها، ليعمل على تفعيلها وتحفيز تطبيقها. إذا من بين أهمية الملحق الاقتصادي في هذه الحالة أنه هو المحرك للبنود الضعيفة في الاتفاقيات التي تعثرت. كذلك من خلال الملحق الاقتصادي يمكن أن نجد أسواق جديدة. إذا البحث عن أسواق جديدة سواء بالنسبة للدولة المضيفة أو بالنسبة للدولة الأصلية. معنى الملحق الاقتصادي عندما يلاحظ بأنه لدى المتعاملين الاقتصاديين في دولته الأصلية لديها فائض في الإنتاج كذا، أو لديها إنتاج كذا وتبيعه لأسواق كذا، لكن العائد المالي من تلك الأسواق قليل، أو هناك منافسة في أسواق معينة، ويلاحظ بأن الدولة الموجود فيها كالدولة المضيفة للسفارة أو القنصلية، ذلك المنتوج مطلوب وأسعاره كبيرة جدا، أو أسعاره منافسة للتي كانت تباع. إذن ففي هذه الحالة يتدخل الملحق الاقتصادي بإنشاء أسواق جديدة قد تشجع متعاملي الاقتصاديين للدولة الأم على أن تقوم على أن تضاعف من نسبة الإنتاج، أن تضاعف من بناء مؤسسات التي تنتج ذات المنتج. إذن هنا دور من؟ هنا دور الملحق الاقتصادي. أكثر من ذلك، يمكن للملحق الاقتصادي أن يلاحظ أن هناك منتج ما بالدولة التي هو الدولة التي تستضيف السفارة أو القنصلية، وإن هذا المنتج ذات جودة أكبر من الذي تستورده الدولة من دولة أخرى.
وبثمن أقل من ذلك الثمن، معناه ممكن بتنافسية أكبر. إذا كذلك من خلال علاقته بالقنصل أو السفير، مع العلاقة بوزير الخارجية، مع وزارة التجارة، مع القطاع المعني بالاستيراد ذلك المنتج، يقومون بإنشاء علاقات تجارية جديدة وهي إنتاج استيراد ذلك المنتج. إذا وبالتالي خلق أسواق جديدة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين في البلد المضيف. وهنا تدخل نوع من الأريحية، يعني بالنسبة للبلد المضيف كأنه يبحث لهم عن متنفس، عن أسواق لمنتجاتهم. لكن الغاية أكبر هو أن الدولة تستورد ذات المنتج من دول أخرى بأسعار أكبر ولربما بجودة أقل. إذن وبالتالي هنا يتدخل الملحق الاقتصادي. كذلك من بين الأمور التي يقوم بها الملحق الاقتصادي هو أن يساهم في إنشاء غرف تجارة مشتركة. الكثير من غرف التجارة المشتركة بين الدول، بعضها نشأ لعلاقات تجارية، لكن نسبة كبيرة جدا تدخل الملحق الاقتصادي. الملحق الاقتصادي يلاحظ مع مرور الوقت أن العلاقات التجارية بين الدولتين الأصلية والدولة المستضيفة للسفارة والقنصلية موجودة، الاتفاقيات موجودة، البروتوكولات موجودة، التعاون موجود، ولكن حجم التبادل كبير جدا. إذا من الأحسن كما في الدولة غرفة تجارة أن تكون هناك غرفة تجارة مشتركة. إذا غرفة التجارة المشتركة ما هي الأهمية تاعها؟ أهميتها أن تحسن، أن تزيد من تحسين العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وأن تخفف الضغط على الملحق الاقتصادي. عندما تكون كاين غرفة تجارة مشتركة بين الدولتين، دولة أصلية ودولة مضيفة، على الأقل الملحق الاقتصادي أن يقوم بأعمال أو تفكير أو بتفكير في استراتيجيات اقتصادية أخرى، معنى تخفيف الضغط عليه كذلك من حيث إنشاء العلاقات، لأن غرف التجارة المشتركة هذه عندها أهمية تماما كبيرة، تماما شبيهة بإنشاء النوادي. الآن يجب أن نعلم أن هناك شيء كذلك، عندما أقول غرف تجارة يعني شيء تابع للقطاع العام، عندما أقول نادي بإمكان يكون نادي خاص بالقطاع الخاص. نتكلم مثلا على نقابات أرباب العمل. نقابات أرباب العمل قد نجد لهم نادي كبير في دولة ما، وهناك نادي كبير في دولة ودولة أخرى كذلك لديها نادي. إذن وبالتالي بإمكان أن يكون هناك نادي مشترك. هذه النوادي المشترك ما بين الأرباب العمل، كبار أرباب العمل للدولتين، معناه هم بحد ذاتهم يبحثون، هم لصالحهم الخاص ابتداء الفائدة، والفائدة تعم على الدولتين. إذن وبالتالي هذه النوادي يساهم من خلال أن تكون منبرا لكلا متعاملين اقتصاديين لكلا الدولتين بأن يبحثون على فائدة اقتصادية أكبر. ولكن فكرة إنشاء هذه النادي تعود في الأساس، بما أنها للدولتين، من يكون المحرك الأساسي الأول؟ هو الملحق الاقتصادي. إذا الملحق الاقتصادي تماما كما فكر في إنشاء حلقة بين الدولتين إن لم تكن موجودة ما بين القطاع العامين وهي غرف التجارة المشتركة، يفكر كذلك في إنشاء نوادي مشتركة بين الدولتين وبين وأنا تكلمت على أرباب العمل على أساس أنه أكثر قطاع خاص، خاصة عندما نتكلم على الدول ذات الاقتصاد الحر أو دول الرأسمالية، وين القطاع الخاص هذا هو الأكثر تنافسية والأكثر مردودية والأكثر تحقيقا للأمن الاقتصادي للدولة. إذا كذلك من أهمية حلقة الملحق الاقتصادي هو أنه يربط بين القطاعات الاقتصادية للدولة المضيفة والدولة الأصلية، بمعنى أنه على مستوى يربط ما بين وزارة الاستثمار بالدولتين، وزارة الفلاحة بالدولتين، وزارة الصناعة بالدولتين. معنى وزارة الفلاحة عندما تريد تحتاج إلى منبر في مجالها وتتصل بالسفارة، السفارة الشخص المتخصص المحرك والملحق الاقتصادي، يعني الملحق الاقتصادي هو الذي يكون منبر تخاطب لوزارة الفلاحة مع الدولة المضيفة. في وزارة السياحة نفس الشيء، الملحق الاقتصادي في وزارة السياحة للدولة المضيفة هو الذي يكون منبر. إذن وبالتالي هو الذي يترجم ما تريده وزارة السياحة، وزارة الفلاحة، وزارة الاستثمار، ويترجمه إلى الوزارة الأخرى، وبالتالي لإنشاء
أهداف أو غايات مشتركة. كذلك من بين أهمية الملحق الاقتصادي أنه إذا حدثت أزمة اقتصادية بدولته والدولة تبحث عن قروض مالية، وحتى قد تصل الدولة أنها قد تبحث عن قروض ولا تجد من يعطيها، من يدينها، من يعطيها القروض المالية، إذن في هذه الحالة أن الملحقين الاقتصاديين لتلك الدولة لديهم أهمية كبيرة جدا في إنشاء علاقات ممكن تيسر أو تسهل للدولة الحصول على قروض مالية، خاصة إذا كانت الدولة لا تريد أن تقترض من أجل القرض أو من أجل فترة الخروج من أو معالجة ترقيعية لفترة زمنية معينة، وإنما القرض لأجل النهوض الاقتصادي. إذن المحرك الأساسي هو الملحق الاقتصادي في هذا المجال. كذلك من بين أهمية الملحق الاقتصادي في السفارة أو القنصلية هو يقدم المشورة. يقدم المشورة وكي تكون ربحية لكلا الدولتين، يقدم المشورة للمتعاملين الاقتصاديين بالدولة المضيفة، كما يقدم مشورة للمتعاملين الاقتصاديين بدولته الأصلية. بمعنى أن المتعاملين الاقتصاديين قبل أن يفكرون في إنشاء مؤسسة اقتصادية ما بدولة ما، قبل أن يفكرون بنقل رؤوس أموالهم بأي آلية، إذن عليهم أن يطلبوا مشورة السفارة أو القنصلية. المحور الأساسي في المشورة هو الملحق الاقتصادي. إذن الملحق الاقتصادي قد يبارك لهم الخطوة التي يقومون بها ويقول ممتازة، أو قد يعطيهم دراسات مسبقة، أو قد يعطيهم معلومات، قد يحلل لهم معلومات بأن مؤسساتهم إن أقاموهم ها هنا ستكون ناجحة، تكون ناجحة، أو قد لا يرغبهم أو لا يحفزهم على نقل، على تحويل أموالهم أو مؤسساتهم أو أي ملحقات أخرى على أساس أن هنا تنافسية كبيرة جدا. إذن وبالتالي إذن من يقوم بذلك هو الملحق الاقتصادي. كذلك الملحق الاقتصادي لديه أهمية كذلك في مجال الاقتصاد، في مجال التكنولوجيا. الملحق الاقتصادي كما قلنا كذلك هو حلقة مرنة بإمكانه أن يتواصل مع مخابر دولية، مع الجامعات، مع مراكز البحث والدراسات. إذن وبالتالي بإمكانه أن يحدث أو يساهم في إحداث توأمات. هذه التوأمات قد تعود بالفائدة الكبيرة جدا على التكنولوجيا الدولة الأصلية لوجود السفارات والقنصليات. إذا من يقوم بهذه العملية؟ التي يقوم بهذه العملية هو الملحق الاقتصادي. كذلك الملحق الاقتصادي من بين الأمور التي يساهم فيها إلى حد كبير هي المعارض الدولية. الملحق الاقتصادي عندما يريد أن يروج لمنتوجات تنتج بدولته الأصلية، وهذه المنتوجات أكثر قبولا لدى المستهلكين، أو بإمكانها أن تحدث الفارق بالنسبة للدولة الموجود بها، أو بإمكان أن تحدث فائدة مع الدولة التي هو موجود بها أن تستوردها بتكاليف أقل. إذا ماذا بماذا ما هو عمله، هو دور الملحق الاقتصادي؟ دور الملحق الاقتصادي هو أن يقوم بإنشاء معارض، معرض دولي. ذلك المعرض الدولي قد يطلب استضافة مؤسسات اقتصادية من دولته الأصلية لعرض منتوجاتها وعرض تكاليف البيع وكل ما له علاقة. إذن وبالتالي هذه المعروضات لديها أهمية كذلك في تقوية وتنمية العلاقة الاقتصادية بين الدولة الأصلية والدولة المضيفة. كذلك من بين أهمية الملحق الاقتصادي، ناهيك أنه في السفارة كذلك يوجد ملحق ثقافي، لكن الملحق الاقتصادي قد يساهم كذلك في تقوية المنحى السياحي، وأي تقوية المسار السياحي بالنسبة للدولة في كل الأماكن والمفاصل التي يكون فيها منبرا، يجب أن يكون منبرا كذلك لسياحة دولته، سواء بآليات باستعمال هذا المنبر، بأي آلية، بآلية إعلامية، ورقية، إلكترونية، مهما كان المنبر، معرض، مهما كان الملحق الاقتصادي لديه دور كبير جدا. أنا عندما أتكلم أو نحن عندما نتكلم عن أدوار الملحق الاقتصادي،
ندرك لو فتحنا الواقع لوجدنا ملحقين اقتصاديين معينين قابعين في أماكنهم، لديهم وظيفة ما، يتقاضون راتب ولا يقومون بهذه الأشياء البتة، وكأنهم غير موجودون. المهم يوجد مكان اقتصادي فهو موجود بالنسبة للدولة لا تحتاجه. وهنا أتحدث على نقمة النفط على بعض الدول المصدرة للنفط. أحيانا النفط رغم أنه قوة إلا أنه يصبح نقمة، نقمة عندما تكون الدولة لديها عائد مالي كبير جدا ولا تحتاج الغير، لا تحتاج باقي الأشخاص الذين يقدمون مساعدات، الذين يبحثون، الذين يبتكرون، الذين إذن وبالتالي كل ما تحتاجه لديها كفايتها المال وبإمكانها أن تستورده. لماذا؟ لأنه خاصة عندما تكون الأموال ناضبة أو الثروات ناضبة، النفط ناضب، أما العقول البشرية، الكوادر البشرية ليست ناضبة. إذن وبالتالي أنا أتكلم فرضا على أن الملحق الاقتصادي لديه هذه الأدوار كبيرة جدا، على أساس أن حتى الدول التي تستعين بقوتها الاقتصادية المتكلة على موارد ناضبة هي سياسة خاطئة. إذن في الختام، أو أعتذر على طول الوقت، ممكن نفتح باب للمناقشة. دور الملحق الاقتصادي كذلك لديه كذلك دور كبير جدا في حل المنازعات. أحيانا تنشأ منازعات اقتصادية ما بين دول، ما بين دولة ودولة، في نقطة معينة، في زاوية معينة، في اتفاقية معينة. إذا وهذا النزاع قد يجمد النشاط أو يجمد البنود الاتفاقية التي كانت بين الدولتين. إذا ممكن تكون هناك توافق أو تكون وساطة أو يكون تفاوض، أو ممكن يصلون إلى القضاء الدولي. إذا أهم حلقة اقتصادية هو الملحق الاقتصادي، معنى خاصة إذا كان في بنود اتفاقية، بنود مرنة. أنا لا يوجد بند يقول في حالة تنازع يكون هناك القضاء هو الذي يحل المنازعة. إذا ما كانش، إذا الملحق الاقتصادي تكون الكرة بيده ليبحث عن التوفيق ابتداء. إن لم يتمكن من التوفيق بين الطرفي المتنازعين، بين متعاملين اقتصاديين، بين مؤسستين، إذا لم يتمكن يبحث عن وساطة. وساطة لربما يلاحظ بأنه بإمكانها القريبة من كلا الطرفين ليحل الإشكالية. إذا لم يجد قد يبحث عن تفاوض، يتفاوض مع المتعامل الاقتصادي الأجنبي ليحل الإشكالية على الأقل بأضرار أخف من أن تتعطل الاتفاقية كاملة. حتى إن مشى طريق التحكيم، أنه يختار محكم، أن محكم بإمكانه أن يكون لديه ثقل ووعي واستراتيجية لكي تكون حلول النزاع أو نتائج النزاع لصالح دولته الأصلية. كذلك في باب المنازعات، الملحق الاقتصادي يقدم المشورة لدولته في هذا الباب. في هذا الباب يقدم مشورة، مثلا قال إذا أردتم التحكيم فالوسيلة كذا هي الأحسن، إذا أردتم القضاء فالقضاء بما إذا توجهتم القضاء فأنتم خاسرون على أساس البند كذا والبند كذا والبند كذا، أو على أساس لترتيبات. إذا وبالتالي بإمكاني، لأن عندما أقول ملحق اقتصادي تكون لديه ثقافة اقتصادية، توجه اقتصادي، ويكون ذا علاقة كبيرة جدا مع الدولة الأصلية. إذا كذلك يقوم بمساهمة في تدعيم حجج المتقاضين. حتى لو كان يكون هناك تقاضي في حل نزاع، الملحق الاقتصادي بإمكانه أن يجد بعض الحلقات الضعيفة وأن يدعم حجج المتقاضي الخاص بدولته المتعامل الاقتصادي. إذا في الختام، قبل أن أفتح باب النقاش لباقي الأساتذة الكرام الموجودون معنا، أقول أن الملحق الاقتصادي هو أهم محرك تنمية بالنسبة للدولة، خصوصا في حيال الأزمات الاقتصادية. سواء هو دوره عظيم جدا، سواء كان في ظل عدم وجود أزمة اقتصادية أو في وجود أزمة اقتصادية، لكن المهم أقول أن شكرا لكم، شكرا لكم دكتورة بالول، هي على تواجدكم معنا. المعلومات هذه لربما هو الإشكال الأكبر أساتذة الكرام، هو من الصعب وضع حدود مادية لأمور علمية، لكن في الغالب النقاش يثري الأمور أكثر. لكن أنا فقط أقول أن حلقة الملحق الاقتصادي إذا أخذتها الدول بعناية
وأدركت بأن مركز القانون للملحق الاقتصادي ليس مجرد شخص عادي قابع على كرسي تعطيه محضر تعيين وتعطيه مرتب، لا، دوره أكبر، سوف تكون علاقات اقتصادية بين الدول أكبر، ولذلك بعض الدول لا توظفه بل تتعاقد معه إذا تكون عنده علاقة أكبر. والنتائج التي قلناها سابقا من حيث يأتي بالمعلومات، من حيث إسقاطها، تحليلها، بمعنى يصنع الفارق، تصبح الدولة الواحدة ذاتها، الدولة الواحدة عندها أكثر من 100 ملحق اقتصادي، كل ملحق اقتصادي هو آذانها الصاغية اقتصاديا، هي عينها التي تنظر اقتصاديا، هو منبرها الذي ينطق اقتصاديا، إذن وبالتالي الدولة وهي تتعامل، إذن هناك منابر تقوم بمساعدتها للنهوض اقتصاديا. وبهذه الكيفية أكون قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة. أشكر الجميع على حسن الاستماع، أشكر الحضور الكريم، أتمنى أن ما أخطأت فيه فهو من نفسي، وأتمنى أن الإفادة تكون أعظم، وأتمنى كذلك أن مركز الملحق الاقتصادي بالسفارة والقنصلية تعطيه الدول والحكومات خاصة التي تمر بأزمات أهمية أكبر، ولذلك حتى الدول التي تفكر في خفض ميزانيتها أن تخفض ميزانية الملحق الاقتصادي بأن تقوم بإقالة الملحق الاقتصاديين، أقول من هذا المنبر بأنهم على خطأ، على أساس أن القيمة الاقتصادية التي يجلبونها للدولة قيم أعظم وأكبر. وأقول لأخي الأستاذ كريم، لقد انتهت المحاضرة، شكرا جزيلا لكم، وإن كان بإمكان هناك نفتح باب النقاش في هذه الدقائق الباقية. شكرا دكتور على هذه الإفادة القيمة بخصوص الموضوع. الملحق القنصلي الاقتصادي هو بطبيعة الحال لا يختلف في أهميته عن الملحق العسكري والملحق الثقافي، كلها أدوات دبلوماسية من أجل تمثيل الدول في الخارج. بطبيعة الحال موضوع المحاضرة هو موجود ضمن محور كراسة الدبلومة، بخاصة الجزء الثاني، ونحن نعمل على إصداره لكي يكون موجودا مساء اليوم ولكي نقدمه للسادة المشاركين، وأيضا نحيل النسخة النهائية للسادة المحاضرين. هناك الشكر ينهال عليكم دكتور علي الأطرش من طرف المشاركين. لن نقدر أن نشكركم، يعني حق الشكر بسبب أيديكم البيضاء على المركز وعلى الباحثين في مختلف بلدان وطننا العربي، لما تقدمونه من شروح ومحاضرات وترأسكم لمؤتمرات وندوات فكرية ومراجعات في إطار تحكيم المجلات، ورئاستكم لمجلات أيضا علمية. الشكر كله موصول لكم، ولن نقدر على أن نشكركم حقا شكركم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم خير الجزاء، وأيضا يجعل على أيديكم النهضة العربية العلمية والأكاديمية التي نتمنى تحقيقها. شكرا دكتور علي. شكرا جزيلا أخي الكريم، معالي الأستاذ كريم، لقد أخجلتني بشكرك، ولكن أنا أقول كلمة حق، أن العمل الذي أقوم به في ميدان العلم في المركز، يعني إن أعطيته نسبة معينة لا يحدو نسبة 5% مما يقوم به الأستاذ كريم أو الدكتور بوكو أو الأستاذ عمار أو الأساتذة كثيرون، يعني والله العظيم، يعني دون أن أنقص من أهمية كل الكوادر البشرية، لكن أعمال كبيرة جدا تقع على كاهلهم ويعملون بالمجان ويعملون لصالح الثقافة العالمية وخاصة لإعلاء العلم،
وللتواصل العربي وقوة التواجد العربي والإسلامي، ويخدمون العالم بحد ذاته. يعني الشكر موصول للمركز الديمقراطي العربي، والشكر موصول لكل الكوادر البشرية، لكن أنا أقل شأنا فيهم مقارنة مع الكثير، مقارنة مع الأستاذ كريم في حد ذاته. فقط من خلال هذه، لربما أنا كنت أتمنى أن يكون لدينا وقت للمناقشة. أشكر جزيل الشكر للأساتذة الكرام، وأشكر من هذا المنبر، وأحمد الله، لأن لولا الله سبحانه وتعالى الذي أمدنا بهذا المد من العلم لما تمكنا من إلقائه، لولا هذا اللسان وهذا العقل وهذا الفكر من الله سبحانه وتعالى. إذا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أمدنا الله، وعلى هذه العلاقة الطيبة الموجودة بيني وبين الأستاذ كريم والأستاذ عمار والدكتور بوكو ومعالي الأساتذة الكرام والحضور الكرام. حتى الحضور الكرام الأساتذة بوركتهم، ونحن ندرك أن إن كانت إفادة أو علاقة علمية أو جسر طيب علمي بيني وبينكم سوف ينقل إلى الغير، سوف تنقل هذه الأهمية، سوف تكون على الأقل هناك قلم، كتابة، تخطيط، خربشة قليلة بأن الملحق الاقتصادي لديه أهمية كبيرة جدا، وأن تكون هناك منابر علمية لكي تكون الدول العربية كلها، ونعزو ذلك لكل دول العالم، أن تكون لديها أمن اقتصادي. أستاذي كريم جزاك الله خيرا، والأساتذة كذلك. السلام عليكم. شكرا، شكرا لكم دكتور. نضرب موعدا مستقبلا بطبيعة الحال في إطار برنامج الدبلومة يوم الثلاثاء 8 من تشرين، 1 أكتوبر 2024، مع بداية المحور السادس والمحور ما قبل الأخير، وهو القضايا والعلاقات السياسية الدولية. سوف يكون معنا يوم الثلاثاء القادم الدكتور محمد حسين السبيتي. دكتور علي الأطرش، كنت في على أمل اللقاء بكم مجددا في إطار أنشطة المركز. أدعو الجميع إلى متابعة صفحة المركز على الفيسبوك بطبيعة الحال، ومشاركة الأنشطة المختلفة، ومتابعة هذه الأنشطة والانخراط فيها، ودعوة الزملاء على مستوى الوطن العربي للمشاركة والاستفادة ودعم هذه الحركية وهذا النشاط الأكاديمي العربي. شكرا لكم دكتور لطرش، في شكرا، أمان الله. في أمان الله، السلام عليكم.